إطار دعم الأندية الرياضية في محافظة نينوى، وجه السيد المحافظ بأن يتم صرف الدفعة الأولى من المبلغ المخصص للأندية الرياضية، وقيمته هو 1.5 مليار دينار عراقي. حقيقة أن هذا المبلغ سوف يوزع من خلال مجلس الشباب والرياضة على الأندية الرياضية من أجل دعم تلك الأندية لتحقيق نتائج أفضل بالبطولات على مستوى المحافظات ومستوى العراق بشكل عام. الأندية المصادق عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة هي عددها 14 نادي، تم تقييم هذه الأندية من قبل الوزارة، ولكن حقيقة وردنا على اعتراضات من بعض الأندية التي لم تحصل على المنحة بسبب عدم تسجيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة، لأن هناك تقييم تم إجراءه من هذه الوزارة لتلك الأندية، وبالتالي تم فلتة الأندية لتكون فقط 14 نادي. احنا يعني بتوجيه السيد المحافظ ومعاون التخطيط وجهنا يعني مديرية الشباب والرياضة نينوى الآن تقوم بصرف نصف المبلغ وتحتفظ بالنصف الباقي إلى أن تسوي هذه الأندية المتبقية وضعها القانوني في الوزارة، وبالتالي يصرف لها ما متبقي من المبلغ هذا العام والعام القادم إن شاء الله. إذا حتى تكون الصوره واضحه لدى الاخوه في الانديه الرياضيه، الان سوف يتم صرف نصف المبلغ للانديه المسجله والعددها 14 نادي، وسوف نحتفظ بالنصف الباقي لنترك مجال للانديه المتبقيه ان تسوي الوضع القانوني في وزاره الشباب والرياضه ثم تستلم منحه الانديه ان شاء الله. دعم القطاع الرياضي مستمر، لا تصرف فقط على موضوع صرف المنح، انما سوف يكون هناك تاهيل لكثير من الملاعب داخل محافظه نينوى، والان جاء العمل بشكل جدي على موضوع يعني ملعب الاداره المحليه. الملعب الان يعني حقيقة قطع مراحل متقدمة في موضوع الدراسات، وحال استلام الدراسات إن شاء الله سوف نشرع بإعادة بناء الملعب، وهناك حقيقة اهتمام كبير في قطاع الرياضة، يعني إن شاء الله سوف يكون هذا العام ضمن المبالغ المخصصة وأيضا ضمن خطة التنمية القائمة القادمة إن شاء الله.